مرحبا بكم مجددا، وصلنا معكم لاخر فقراتنا الحواريه في هذا الصباح. ممكن احنا كنا في بدايه فقرتنا النهارده او فقراتنا النهارده كنا بنتحدث عن اهميه تنشيط السياحه وعن مسابقه ملكات الجمال في مجال السياحه والبيئه التي تنظم في الاقصر، ووصول 60 سيده من المشاركات في هذه المسابقه، وكيفيه الاستفاده من هذا الحدث للترويج السياحي لمصر. هذه دعوه ايها السائحون، ابواب مصر مفتوحه امامكم حتى تستمتعوا بترابها وتاريخها وجوها وثقافتها وحضارتها في نهاية المطاف. كيف نستفيد من هذا الأمر، وكيف أيضا ننطلق في المرحلة القادمة لتنشيط السياحة ومحاولات إعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى، وتغيير ربما الصورة المغلوطة لدى البعض ومحاولات البعض استهداف السياحة المصرية في نهاية المطاف. كل هذه النقاط سنناقشها مع ضيفي الكريم الأستاذ سامح سعد، الخبير السياحي ومستشار وزير السياحة سابقا. برحب بحضرتك أستاذ. يعني دعنا ننطلق من الحدث، هناك مسابقة لملكات الجمال، هناك 60 سيدة شاركت أو تشارك في هذا الأمر، هم موجودون الآن في الأقصر، قاموا بزيارات بعض المعالم الأثرية الموجودة داخل المدينة السياحية الكبيرة بالطبع. دلالة هذا الأمر وكيف يمكن استغلاله في فكرة التنشيط السياحي والترويج لمصر؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا احنا حاليا من سنتين ثلاثة، او نقول تحديدا من وصول الرئيس السيسي، ما عندناش مشاكل حقيقية في مصر، لا امن حقيقية، يعني بمعنى ثاني يعني الاول مثلا كنا قنبلة بتفرقع هنا، في مشكلة، في مظاهرة، في اضراب. النهاردة البلد مستقرة الى حد كبير جدا، ولكن للأسف لازالت الصورة المغلوطة عن مصر موجودة في العالم كله، وده سبب رئيسي لانحسار السياحة عن مصر. احنا بنمر بأزمة حقيقية دلوقتي، طبعا جزء منها حصل مؤخرا من بعد الطيارة، ان سياسيا في دول امتنعت عن الحضور، ولازال في دعاية مضادة ضدنا. اللي هيرجع السياحة احداث بتحصل زي الحدث ده واحداث تانية مماثلة، بس القوة ان انا اقدر انشره ترويجيا، خلي الناس اللي في إيطاليا، اللي في فرنسا، اللي في أوروبا يعرفوا إن في حدث زي ده بيحصل معايا. أعمل حدث كبير زي ده زي ما احنا شايفين، وبعد كده هم هيروحوا سهل حشيش في الغردقة ويطولوا مسابقة تانية بأسلوب معين يكون ترويجك أكثر منه أي حاجة تانية، ده حاجة كويسة قوي. بس هل احنا هنوظف هذا إعلاميا في الخارج؟ هل احنا دعونا مثلا مجلات إيطالية أو مجلات أوروبية اللي بتهتم من هذه النوعية يغطوا هذا الحدث؟ هل قد دعونا قنوات تلفزيونية أوروبية تغطي هذا الحدث، أو من الدول اللي احنا بنهتم، إن شاء الله يا رب هندي، صيني، أحد؟ تمام. أنا معايا في الخبر بيقولوا إن في 150 وكالة أنباء وتلفزيون عالمها يغطوا الحدث. أتمنى هذا. بس إيه يعني أتمنى، يعني أقول لحضرتك تاني، أنا ما أعرفش تفصيلة ال 150 دول هم مين، لكن اتمنى تكون الصحافه المتخصصه في تغطيه هذا النوع، لانه هو بيوصل. ممكن في صور كمان احنا بنعرضها على الشاشه دلوقتي لبعض المشاركات داخل المعالم الاثريه. انا شايف تمام. انا بس اقول لحضرتك لو عملنا كده يبقى احنا نجاح باهر. كون ان احنا ننظم هذا طبعا ده بيدي صوره برضو بالامان. تمام. انما احنا دلوقتي بنتكلم عن فكره التسويق، ازاي احنا نعكس هذه الصوره ان مصر امنه مستقره، وهذه بالدليل القاطع ان هناك احداث كبرى تنظم داخل المعابد المصريه وداخل الاثار المصريه، كيف نعكسها في الخارج؟ هو بالظبط كده احنا محتاجين نقول لهم. يعني حضرتك الاسبوع الجاي هيقام في الاقصر برضو عرض ازياء خليجي. لو احنا غطيناه على القنوات المحليه بتاعتنا بصوره جيده، ما ننساش ان كل القنوات المحليه والفضائيه بتاعتنا بيشوفوها في الخليج، في دول الخليج. فبالتالي ممكن يدي اثر، ممكن يروج السياحه كويس جدا للاقصر. بص حضرتك، السياحه مش هترجع الا بتكثيف من هذه النوعيه من الاحداث اللي بتكون، وبتكثيف من نوعيه الناس اللي بتغطيها، بس يكون هو المناسب لهذا. واحد متخصص مثلا، اذا كان ده باب الفن فيبقى في الفن، في مجلات متخصصه في هذا المجال، وسوشيال ميديا برضو، لان البلاد العربيه بيتاثروا جدا بهذه المواضيع، وفي اوروبا بيديك احساس تاني خالص بدل ما هو الصوره الذهنيه ان في قنابل وفي مشاكل وكل الكلام ده.
ما هي الفكره كده ان ما القنابل موجوده، ما احنا شفنا في بروكسل وشفنا في فرنسا وشفنا في دول اوروبيه تعرضت لكثير من هذا الامر وكان داخل مطارات، ويعني كمان يعني يمكن في سابقه لم تحدث من قبل. يعني فكره الاستغلال هذه الامور واستغلال بعض الشيء، يعني احنا مثلا في شركات ايطاليه تقول لك احنا هنوقف التعامل مع مصر، في بعض المصالح الخاصه التي تتحكم وتحاول تشويه الصوره، ازاي احنا نواجهها على ارض الواقع؟ موضوع الشركات الايطاليه والمنظمه دي لان هو اثير جدل حضرتك في الفتره اللي فاتت، نديله حقيقه الامر فقط. ايطاليا فيها ثلاث منظمات سياحه، هو ما عندوش غرف، دي منظمه بتضم اعضاء، انا ممكن شركه سياحه بنضم الى هذه المنظمه او دي او دي، هم ثلاث منظمات، اثنين منهم لمنظم الرحلات تور اوبريتور او اللي هو الشركه اللي بتخلق برنامج وتبيعه. الشركه دي بتبيع برنامج من خلال شركات سياحه، هنقولها كده هو بالسهل، نقول تاجر جمله وموزع. الموزع ده بنسميه شركه سياحه، ده اللي هو بيبيع اي منتج، بيبيع البرازيل مصر في اي حته خالص، دول ليهم برضو منظمه بتضمهم، دي جمعيه اهليه بمعنى تاني ليس لها اي صفه حكوميه. هم دول قالوا ان احنا هنمتنع عن مصر، هو ملوش تاثير واضح على السوق المصري لان متخذ القرار تور اوبريتور الكبير هو اللي بيقرر احط طياره اشيل طياره اشغل لوسر اشغل ده بينتج منتج ده بيبيعه له، فلو ده ما بعهلوش في ناس تانيين تقدر تبيع المنتج ده اللي هي مصر تاني، وهو بيقدر يبيع عن طريق السوشيال ميديا وصلت. فالموضوع اللي اثير مؤخرا هو في صوره سلبيه بوضع معين، ولكن مش هو ده اللي هيمنع اطلاعنا عن مصر. تمام، لو تحدثنا عن هذه هي الجهود اللي لابد من تنظيم هذه الفعاليات الموجوده داخل المدن السياحيه المصريه للترويج في نهايه الامر، نحن ايضا علينا دور، فكره السياحه الداخليه كيف نستغل هذا الامر ايضا ونشجع من جانبنا السياحه؟ كان هناك بعض المبادرات والتي تم التشكيك فيها في نهايه المطاف، كيف ايضا انت كيف تكون المنظومه مكتمله حتى نصل الى هدف واحد هو صالح الوطن وصالح مصر في نهايه الامر؟ خليني اقول لحضرتك احنا كنا من 10 ايام في شرم الشيخ كنا بنعمل فعاليه برضو للسوق العربي كويس، وقعدنا في احد الفنادق الخمس نجوم الشهيره جدا في شرم الشيخ، وكان يعني معايا الاستاذ لو احمد حمدي نائب رئيس هيئه تنشيط سياحه وهو حقيقي الاب الروحي للمبادره دي بالكامل، فانا بسال الزميل مدير الفندق اخبار الاشغال ايه، فقال لي لولا مبادره مصر في قلوبنا دي احنا كنا قفلنا من زمان. بتكلم على فندق خمس نجوم من الفنادق المعروفه في شرم الشيخ، فانا بصراحه استغربت ايه ليه، قال احنا ما عندناش سياحه خالص. فلولا المصريين ولولا الناس اللي هو خلي بالك ده فندق من الفنادق اللي موجوده في شرم الشيخ، او بمعنى تاني ده واحد من الناس المستفيدين من المبادره. فطبعا حقيقه سياده اللواء احمد حمدي يعني ما كانش مصدق، لان في اقاويل سلبيه كتير طلعت على القصص دي، انت عارف حضرتك احنا لما ننجح لازم ندور على حد يخبط فينا. وبعد كده قعدنا مع فنادق كتير قالوا لا، يعني فنادق نويبع قال هذه كانت قبله الحياه بالنسبه لنا. تمام. وشركات سياحه برضه. فيعني حقيقه مجهود كويس جدا لتشجيع السياحه الداخليه، ونقدر نقول ان مراكب في النيل كانت واقفه، فنادق عايمه كانت واقفه واشتغلت، فنادق قفلت في طابه ودهب ونويبع وكان عندهم مشاكل ماديه اصحاب الفنادق، بهذه المبادره اشتغلت. الميزه اللي نرجع لها في الاخر ان اتعود كتير مننا احنا مصريين على السفر، اتعودنا على الحجز قبلها بمده، اتعودنا نحترم المكان. فانا شايف انها ادت اثار ايجابيه كتيره جدا. تمام، لو اتكلمنا عن مسؤوليه الترويج، يعني الفكره هناك عندنا او عندنا بالتحديد هي الهيئه العامه للاستعلامات، عندنا وسائل اعلام، عندنا وزاره خارجيه ومكاتب وسفارات موجوده في كل الدول الخارجيه، هل احنا بنستفيد من هذه الامكانيات وتوظيفها بشكل مناسب؟ يعني احنا حدث زي اللي هيحصل مسابقه ملكات جمال العالم في السياحه والبيئه، هل احنا قايمين بالدور بالفعل في الصوره الخارجيه وهذه المؤسسات تقوم بدورها للدعايه لهذا الحدث، ام هناك جوانب تقصير؟ هناك فجوه ضخمه عما يحدث وعن اللي بيتقال بره. كويس. احنا ممكن نقول مع بعض زي ما احنا عايزين جرايدنا واحنا نقول لبعض كويس، ولكن احنا بنحكم عليها ازاي او انا بحكم عليها ازاي؟ الصوره الخارجيه بتشوف، انا بخش على الانترنت بشوف الدنيا شايفاني ازاي، الموضوع بقى بسيط جدا دلوقتي، عندنا التلفزيونات الاخباريه بتاعتهم يورو نيوز بي بي سي كده بنشوف رد الفعل، والله لو الحدث ده ذكر يبقى احنا عملنا شغل كويس، لم يذكر يبقى احنا اتكلمنا بعض،
فالمشكله اللي انا بشوفها حقيقي ان ايه معظم المشاكل بتترمي على هيئه تنشيط سياحه. في جزء بيكون تقصير احيانا من المكاتب الموجوده بره، بس احنا ناسيين خالص ان في جهه اقوى من كده بروفيشنال دي شغلته اللي هي هيئه الاستعلامات والمكاتب في الخارجيه. يعني تحسين الصوره الذهنيه عن مصر في الخارج لا يقع العبء وحده على هيئه تنشيط سياحه. هيئه تنشيط سياحه دوره السيد الممثل الهيئه اللي موجود في البلد الاوروبي، اولا بيبقى واحد ماسك 5 دول، ده لو صحي الصبح كل يوم نص ساعه ارى اللي بيحصل في كل بلد نص ساعه كده اليوم نصه راح منه. مظبوط كده. انا عندي مكاتب تانية واسطول تاني احنا كلنا مش شايفين ان ليه تاثير. والدليل على كده ان احنا طول النهار ننتقد نقول ايه هو الناس بره مش عارفه احنا بنحصل ليه، يعني احنا مش شايفين رد فعل. يعني المفروض يتحسن عن كده. طب المطلوب بقى يعني احنا لو عملنا روشته كده واضحه ازاي احنا بالفعل نحقق الهدف اللي احنا بنسعى اليه وترويج للسياحه المصريه وعكس الصوره الحقيقيه، يعني احنا لا نتجمل ولا نكذب في نهايه الامر، ولكن عايزين نقول الصوره عايزين نقول اللي بيحصل بصراحه بالزبط. يعني احنا ما بنحسنش الصوره، لا هي دي الصوره الواقعيه الموجوده، ازاي احنا ننقلها للعالم خير. 1 2 3 خطوات كده اقول لحضرتك. انا قعدت في وزاره السياحه فتره كويسه يعني مع الوزير هشام زعزوع، وقعدت في تنشيط السياحه فتره كويسه. انا شفت ان كان بنحصل اجتماعات ولقاءات لما بنتكلم على التأشيرة مثلا مع مختلف أجهزة الدولة اللي ليها input أو involvement أو موجود في الفيزا نفسها في موضوع التأشيرة، يكون في حد من الخارجية من وهكذا. لكن أنا ما شفتش اجتماع واحد على مدى فترة طويلة ما بين هيئة الاستعلامات والترويج في الخارجية وهيئة تنشيط السياحة وزارة السياحة. يعني المفروض الأربعة دول يتقابلوا مع بعض، لأن احنا يعني هيئة الاستعلامات ده المفروض دراع ليا، انا بروج بقول انا عندي الاقصر واسوان، لكن الراجل اللي قاعد في المانيا مثلا وعايز يحصل يعرف سياسيا برضه البرلمان بيقول ايه؟ مين اللي ما هو الراجل مهتم. اذا كنت انا النهارده دوله عملت برلمان وعملت القصص دي، الراجل في اوروبا او في العالم الخارجي عايز يعرف مصر ايه اللي هل فيها ديمقراطيه ولا زي ما الاخوان بيدعوا ديكتاتوريه. دور ده هيئه الاستعلامات ده مش هيئه تنشيط سياحه، هيئه تنشيط سياحه دوره ترويجي، عندي اثار، عندي مناطق سياحيه وهكذا. انما الصوره يمكن السياسيه مثلا منها او الاحداث التي تدور الواقعيه هيئه الاستعلامات، هيئه الاستعلامات مع الخارجيه، انما مثلا فكره الاثار وغير ذلك من الامور التي تخص السياحه ده هيئه تنشيط سياحه، وبالتالي لابد ان هم يدوروا في فلك واحد الاثنين في نهايه الامر اللي هم بيكملوا بعض. اجتماعات حصلت او حضرتك لما كنت موجود ولحد علمي لحد النهارده فالمفروض نقعد مع بعض نحط استراتيجيه، الجزء ده بتاعك الجزء ده بتاعي، حضرتك تنفذ دي حضرتك تنفذ دي، يعني يحصل تعاون معايا. وكان في برضه كمان الاعتماد على الشركات العالميه في فكره الترويج السياحي المصري، يعني انت شايف الفكره ديت هل بالفعل حققت الغرض منها ولا ما تمش استغلالها بالشكل السليم؟ رايي الشخصي بيقول انها ما حققتش الغرض، رايي شخصي كويس، وده راي ناس كتير برضه معانا في القطاع، الناس المحترفين في القطاع مش شايف ان هي فرقت كبير عن كتير عن الاول. طب ليه؟ طب هم بيقدموا خطط معينه، في المقابل في شركات بتيجي هنا وبتعمل دعايه وبتنجح، طب اشمعنى احنا مش قادرين نوصل للسوق؟ المضحك برضو ان فروع هذه الشركه في بلاد اخرى ناجحه جدا، بس هي قصة بتطلع مركزيه من القاهره. يعني الشركه دي في ايطاليا في ايطاليا عامله شغل من اعلى ما يمكن، في دبي الفرع بتاعها عامل شغل كويس جدا لدبي. انا مش عامل لي حاجه. المشكلة ان معظم القصص دي مركزية، المشكلة ان ما بيبقاش وضوح في الرؤى، المشكلة ان العقد لازم يتراجع من اول جديد، لان كل ما بنقول حاجة يقول لك لا ده مش في العقد، ده يعني نقول حاجة ثانية. اللي اتحط واتقبل عليه المناقصة مش هو ده المشاكل اللي موجودة عندي اللي انا اقدر اللي انا محتاج ان انا اصلحها دلوقتي حالا. زائد ان في حاجة غلط بتحصل، ان انا كدعايه او كاعلان بخاطب كل الناس زي بعض، ما ينفعش. يعني حضرتك احنا على مستوانا احنا اما خاطب تلميذ في ابتدائي غير اللي بخاطب في اعدادي غير اللي في مدرسه اجنبيه، أكيد. ده احنا مع بعض، اكيد واخد بال حضرتك. لو عايز ادي رساله معينه اديها لاهل الاقصر غير لاهل اسكندريه، لان أكيد. في الاخر البيئه مختلفه، ما بالك بقى ان انا بخاطب الدول العربيه بنفس الرساله والدول الاوروبيه والصين واليابان بنفس الرساله.
تمام. يعني طبعا نتمنى اعاده النظر في هذه الامور يعني نتمنى طبعا الاستاذ يعني الوقت مضى سريعا يعني الاستاذ سامح سعد الخبير السياحي ومستشار وزير السياحه سابقا. انا بشكر حضرتك على هذه الرؤيه وهذا التوضيح. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهايه برنامجنا هذا الصباح، واللقاء يتجدد غدا ان شاء الله في نفس الموعد وموضوعات جديده ومتجدده. دمتم في رعايه الله وامنه، والى اللقاء.